السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة وبرنامج العزومة، وان شاء الله حلقتنا هتكون فيها وصفات سهلة وبسيطة جدا، كمان اقتصادية، تنفع صيامي، تنفع للناس النباتيين، ان شاء الله كمان وصفات حلوة قوي. في البداية عايزة اقول لكم على الارقام بقى اللي هتتصلوا بينا بيها علينا بيها، هتظهر معانا على الشاشة، ونقول على الموبايل 1710 وعلى الارضي 0909710. هستنى بقى تليفوناتكم طول الحلقة ان شاء الله، ويلا بينا بقى نبدأ اول وصفاتنا. النهاردة هنعمل مع بعض خضار مشوي في الفرن بطريقة سهلة جدا بسيطة وطعم في منتهى الجمال، وزي ما قلنا الوصفة تنفع صيامي، تنفع كمان للناس النباتيين، تنفع للناس اللي عاملة دايت، تنفع لحاجات كتيرة جدا، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم قوي. يلا بينا نبدأ ونقول مقاديرنا مع بعض. وجالي كده تعليق ان انا اقول المقادير بالراحة علشان نقدر نسمعها كويس ونكتبها وراكي. يلا بينا ونقول المقادير واحدة واحدة. عندي كيلو من البطاطس الصغيرة اللي هي الجديدة اللي طالعة صغننة دلوقتي، هتلاقيها متوفرة كتير في السوق، هنغسلها بقشرها وهنستخدمها. عندنا كمان كيلو من البصل القورمة اللي هو الصغير خالص، هنشقه بالنص وهوريكي دلوقتي ازاي. نص كيلو من الجزر متقطع حلقات بس تكون سميكة شوية. نص كيلو كوسة متقطعة حلقات سميكة. ونص كيلو مشروم صحيح بحاله. ونص كيلو من الطماطم الشاري. وعشر فصوص ثوم. دي مكونات الخضار اللي معانا. اقدر ازود عليها؟ طبعا نقدر نزود بروكلي، ارنبيط، اي حاجة متوفرة، مكعبات بتنجان زي ما انت عايزة وزي ما تحبي، واي حاجة متوفرة عندك في السوق. التتبيلة بقى بتاعت الخضار بتاعتنا النهاردة هتكون عبارة عن نص كوباية من الزيت، عندي كمان نص كوباية مية، مرقة خضار فورية دي طبعا متوفرة في السوبر ماركت، معلقة صغيرة من الزعتر الناشف، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، ملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا النهاردة، والمقادير سهلة وبسيطة، وزي ما قلنا هنحط اي نوع خضار احنا بنحبه او متوفر معانا في السوق. يلا بينا بقى نشتغل. زي ما قلنا هنحاول نجيب الخضار بتاعنا سواء البطاطس او البصل صغيرين جدا، تمام. البصل هسيبه بحاله بس هاخده من نص كده بالسكينة، وهوريكم دلوقتي ان احنا هنشقه بس نصين من غير ما نفصله عن بعضه. بسم الله، ادي البصلاية، هجيب السكينة كده عشان نوريكم انا عملت فيها ايه. بسم الله، البصلاية هنمسكها كده وهشقها اتنين بس مش هكمل للاخر، تمام. وهكذا كل البصل اهو كله بقى معمول تمام بالشكل ده، عشان يستوي في الاخر برضو الاقي البصلاية على بعض ما لقاهاش كل حتة راحت في حتة، تمام. المشروم معانا سليم وبحاله، والمشروم ما بيتغسلش، المشروم بفوطة نظيفة مبلولة بمسحه كويس جدا وبستخدمه، تمام. الجزر والكوسة متقطعين حلقات تكون سميكة شوية، ما تكونش رقيقة عشان تتحمل معايا في الفرن، تمام. البطاطس معانا دي بطاطس صغننة بس قسمتها نصين عشان برضو تستوي معايا بكل سهولة، وبقشرها، القشرة مفيدة جدا طالما اغسلها كويس قوي، زي ما قلنا قبل كده واتفقنا لازم يكون عندي سفنجة في المطبخ مخصوصة لغسيل الخضار. وادي الطماطم الشيري. تعالوا بينا بقى نجهز التتبيلة وبعدين نشوف هنعمل ايه في الخضار. هنجيب يلا ويسك كده، وهنزل بقى البهارات اللي معايا، معلقة صغيرة من كل حاجة. ادي البابريكا، ودي دي مرقة الخضار الفورية، تمام. التوم الباودر والبصل، عندي كمان كمون، ومعانا مدام ناديه، وادي الكزبره، الو، وادي الزعتر. حبيبتي يا بطوط، اهلا اهلا، ازيك يا مدام ناديه؟ بالحضن بقى، بالحضن عشان انت وحشتيني. الحلقه دي مخصوصه علشانك. الله يخليكي، ميرسي. تسلمي. بص من هنا وبص من هنا حبيبتي، والله تسلميني. والله وحشاني كتير يا بطوط. تسلميني يا روحي، وشي طيبه حبيبه قلبي، وانت بالف صحه وسلامه يا رب. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليك يا رب، وعليكي وعلى جميع مشاهدينا يا رب، ويبارك في عمرك وفي عمر ولادك وزوجك وبيتك ومامتك وكل اسرتك واسره البرنامج الجميله اللي انا بحبهم جدا جدا. انا ما شفتهمش بس بحبهم والله. لا هم يعني يتحبوا والله. يعني من ايه؟ لله، حب لله بجد يعني.
هو ده لان الحب انا الدايم على بحس ان فكرة. انتوا اسره جميله، واتمنى اكون في وسطيكوا كده ده انتي ودايما تنورينا تدعي يا لي. قلبي بطول والله، اوعي تنسيني. لا ما بنساكيش ابدا ابدا. انت عارفه ان انا بحتاجك ثم يعني ربنا ثم انت، اقسم حبيبتي بالله. ربنا يعزك يا روح فتسلم قلبي. ايديك على كل حاجه بتعمليها، وان تسلميلي شاء الله سنه سعيده عليكم جميعا يا يا رب، رب، وعلى جميع وكل اللي مشاهدينا ما يا رب. ان شاء حققتوا الله امنيه العام اللي فات يحققها السنه دي ان ان شاء شاء الله الله، ان شاء الله. وكل اللي ربنا ما رزقهوش بالخير فيرزقه، امين وربنا يشفي كل مريض، ويا ريت الناس كلها تدعي بالخير للناس. يا ريت يا ريت والله. ربنا يا رب يرزقنا الخير ويهدينا جميعا يا رب، ويهدي نفوسنا ويجعل فينا الخير لبعض، لان الدنيا مش دايما لحد خالص. كلنا يعني في لحظه، الانسان في لحظه ممكن يروح، ف كل اللي قاعد يحارب على حاجه ويعمل حاجه كله بيروح، ففي الاخر ما بيبقى غير الطيب والسمعه الطيبه والسيره الطيبه والمعامله الطيبه. ربنا يديم بيننا جميعا يا رب المعروف، ويجعلنا دايما كده عند حسن الظن، ويجعلنا دايما خير للناس كلها ان شاء الله. اللهم امين. يلا بينا ومرسي على المكالمه الحلوه دي. حطينا هنا ايه؟ حطينا كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، حطينا الملح والفلفل، وحطيت كمان نص كوبايه الزيت، وهبدا اضيف دلوقتي الميه نص كوبايه برضو. الزيت هنا تقدري تستخدمي زيت زيتون، زيت نباتي عادي، اي نوع زيت بتحبيه. تقدري كمان انك انت تقللي الكميه شويه، تمام مفيش مشكله، بس انا عشان عامله النهارده كميه خضار كبيره. دي التتبيله الحلوه قوي قوي اللي هتدي طعم حلو جدا جدا للخضار اللي احنا هنشويه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب صينية فرن. ايه دي صينية الفرن، والخضار بتاعنا كله بقى، ادي البصل، الكوسة، وادي الجزر. على فكرة الحلقة دي طلبت مني يوم الاربع. وادي البطاطس، وادي المشروم، الطماطم الشيري بس هحطها بحالها، تمام، والثوم، فصوص الثوم، واحط نص كميه البقدونس، واخلي النص التاني عشان يبقى فريش كده نقدمه اول ما نخرج الخضار. هقلب بقى الخضار ده. ملاحظين بقى كميه الالوان وتنوعها. ومعانا يوسف. الو الو يوسف، الو الو، خط فصل ولا ايه؟ انا مش سامع حاجه، لو كده يعني قولولي فصل. طيب حاول تتصل بينا تاني يا يوسف. الخلطه الجميله بالبهارات الحلوه اللي احنا حطيناها هنبدا نوزعها فوق الخضار اللي احنا حطيناه في الصينيه وقلبناه مع بعضه. واوزع بقى التتبيله علشان توصل لكل الخضار بتاعنا. ملاحظين ما حطيتش غير نص كوبايه ميه بس، لان الخضار بطبيعته بيبقى فيه نسبه ميه كبيره هتنزل معانا في الفرن. تحفه. خلصت. ده الخضار بتاعنا. بعد لو حابه اقلبه تاني برضو في التتبيله مفيش مشكله، عشان اتاكد كده ان كله جا عليه التتبيله زي الفل. الالوان لوحدها مبهجه، كميه الخضار دي حلوه قوي، تبقى جميله شكلا وطعما وموضوعا. فهندخلها بقى دلوقتي من غير ما اغطيها ولا حاجه، هدخلها الفرن على الرف الوسطاني من وقت للتاني، هديها تقليبه بحيث ان هي ايه عايزاها مشويه مش مسلوقه، تمام. يلا بينا على الرف الوسطاني علشان تتشوي على درجه حراره 200. بسم الله. تمام، مش هشغل الشوايه، هي الفرن من تحت بس على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني، ومن وقت للتاني هدي تقليبه للخضار بتاعنا علشان كله ياخد نفس التسويه. نقفل الفرن بتاعنا وتعالوا بينا يلا نطلع فاصل ولا نعمل الرز؟ فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل صغير، نرجع نعمل مع بعض الرز. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. مرجعين
ورجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض خضار مشوي ومشوي في الفرن بطريقه سهله وبسيطه والطعم ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. يلا ما تنسوش تتصلوا بينا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه 1710 وعلى الار دي 0900 910. يلا بينا بقى نشوف تاني وصفه معانا النهارده ايه. هنعمل الرز حبه وحبه، طريقه بسيطه نقول ايه من التراث بتاعنا، من اجمل انواع الرز اللي بيتعمل، الرز المصري بتاعنا الجميل، هنعمله حبه وحبه. يلا بينا نقول المقادير بتاعته. عندنا النهارده 4 كوبايات رز مصري مغسول كويس قوي ومتصفي، هنحتاج 2 كبار سمنه وزيت، والاخواتنا المسيحيين اللي صايمين هنستخدم الزيت بس، تمام. عندنا كمان 4 كوبايات مية مغلية، يبقى الرز المصري لكل كوباية بناخد قصادها كوباية مية مغلية. هحتاج مرقة خضار فورية وملح بس كده، دي مقدرنا. ويلا بينا علشان نشتغل. بداية في حل على النار، يلا بينا هنحط الزيت على النار وحط 2 معالق زبدة أو 2 معالق سمنة أو ممكن نكتفي بالزيت بس زي ما تحبوا، تمام. هاخد بقى 1/3 كمية الرز، بسم الله، ونبدأ بقى نحمرها. هحمرها لغاية ما تاخد اللون الذهبي الحلو، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. الرز ده تقدري تقدميه جنب اي نوع خضار، مفيش مشكله خالص، طعمه بيبقى حلو وريحته سبحان الله بتبقى مميزه جدا جدا عن اي نوع رز تاني. يبقى احنا في البدايه حطينا السمنه، حطينا الزيت، سيبناهم سخنوا، نزلنا عليهم بتلت كميه الرز اللي انا هعملها ايا كانت هي ايه. هاخد 1/3 وانزلها على السمنه والزيت علشان نحمرها ونديلها لون ذهبي. والرز بيتحمر، تعالوا بينا نقول مقادير. عندنا ايه النهارده؟ فلفل مخلل سريع. الاكل اللي هو مبقاش فيه لحوم عامه بيبقى محتاج ان في حاجه كده تبلع جنبيه، فالفلفل معانا النهارده من الحاجات الجميله جدا، خصوصا الناس اللي بتحب الحاجه السبايسي، بيبقى لذيذ جدا جدا برده جنب الفطار والفول والطعميه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، هيديكي نتيجه هايله وتقدري تحفظيه في الثلاجه اسبوع مش هيجرى له اي حاجه، تمام. يلا بينا بقى نقول مقاديره ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. النهارده عندي 3/4 من الفلفل الاخضر الحامي، تمام. في فلفل في السوق كده بيبقى كمان افتح من ده وبيبقى تخين شويه او مليان كده شويه وكبير، ده بيبقى نسبه الحرقان فيه قليله شويه، فبيبقى افضل كمان للناس اللي هي ملهاش تقلع قوي على الحاجه السبايسي جامد. يبقى عندنا 3/4 كيلو فلفل اخضر حامي متقطع، عندي كمان 1/4 كيلو فلفل احمر، معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه صغيره من السكر، نص كوبايه من الخل، هنحتاج معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقتين كبار ملح، وطبعا حوالي 1.5 لتر من المية. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. المقادير معانا اهي اللي عايز يصورها، ومن وقت للتاني مش هننسى ان احنا معانا رز بيتحمر. تعالوا بينا بقى نحط حلة على النار، ده بقى علشان نعمل الفلفل، والحلة دي هنحط فيها مية، بسم الله. حلو جدا. زي ما قلنا الفلفل معانا متقطع بالشكل ده، عايزين تقطيعه كده يعني 2-3 سنتي، ادي فلفل احمر وفلفل اخضر، هناخدهم وهستنى الميه تغلي علشان انزل الفلفل في الميه اللي بتغلي. والرز معانا شغال وبدأ ياخد لون ذهبي، بس لسه مش ده اللون اللي احنا عايزينه، عايزينه يغمق عن كده شويه، كده ذهبي فاتح، احنا عايزينه يغمق شويه. الميه بتاعتنا بتغلي، وعندنا هنا بهاراتنا كمون، كزبره، معلقه كبيره من الثوم، ومعلقه صغيره من السكر، وهنزل بيهم في الميه، بسم الله. دي الكزبره، الكمون،
وادي الثوم، وعندي معلقتين كبار من الملح. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هبدأ احط الفلفل جوه المية المغلية. بسم الله. حوالي 3-4 دقايق بس واطفي على الفلفل على طول. لاحظوا ان انا ما حطيتش الخل، هحط الخل بس بعد ما نسلق الفلفل معانا، نقول ايه ربع سلقه. وادي الرز، شايفين بدا ياخد كده اللون اللي احنا عايزينه اهو، فرق جدا اللون، هو ده. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي بقيه الرز اللي هي تلتين الكميه، هبدا انزلها. بسم الله. ونبدا نشوح الرز، مش هحط الميه برده دلوقتي خالص، محتاجه ان الرز اللي لسه محطوط ده يسخن، يتشرب الماده الدهنيه علشان يبقى مفلفل معايا وما يعجنش. تمام بالشكل ده. تمام، وزي ما قلنا وبنقول دايما علشان الرز يطلع معاكي مفلفل لازم يتشوح كويس قوي، والرز كله يسخن وياخد لون كده ابيض. انت وانت بتشوحي الرز كده بتلاقي بدا لونه ياخد من اللون الشفاف للون الابيض. كمان الميه اللي بنضيفها له لازم تكون ميه مغليه او شوربه مغليه، علشان اولا بيسرع عمليه التسويه، هتلاقي الرز ما اخدش في ايدك 10 دقائق واستوى. تاني حاجه بيخلي الرز معاكي مفلفل وبيلمع وشكله حلو قوي. تمام، يبقى تشويحة الرز التانية دي مهمة قوي، يعني احنا حمرنا شوية بس لما حطينا بقية الرز لازم نديله تشويحة كويسة جدا جدا. الرز بدأ يلمع معانا، شايفين الرزاية نفسها ابتدت تتغلف كده بالزيت والسمنة اللي احنا حاطينهم، هيديها بقى لمعة حلوة حتى بعد ما تستوي، وكمان هتبقى مفلفلة معانا جدا. دلوقتي اقدر احط الملح، احنا حاطين سمنه نباتي. اه طبعا احنا قلنا النهارده يوم يعني الاخواننا المسيحيين اللي عايزين اكلات صيامي، نقدر نحط سمنه بلدي لو عايزين نعمله عادي مفيش مشكله خالص، نقدر نعمله بزيت بس مش هيقول لنا لا. حطيت انا المرقه الخضار الفوريه، حطيت كمان الملح بتاع الرز، ودلوقتي الميه المغليه جاهزه معايا. زي ما قلنا احنا عاملين 4 كوبايات رز، يبقى هنحتاج لهم 4 كوبايات مية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل بالشكل ده. عمر ما الرز هيقعد معاكي على النار اكتر من 10 دقايق وهتلاقيه مستوي وفي منتهى الجمال. هنغطي يتشرب، وبعد ما يتشرب هنهدي النار خالص ونسيبه يستوي على نار هادية. الفلفل بتاعنا بدأ انه يغلي، من اول ما يغلي هحسب له 3 دقايق واطفي عليه. تمام، هستنى 3 دقايق بس. المية نقول تاني احنا حطينا فيها ايه. حطينا في المية معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة توم، معلقة صغيرة من السكر. تمام، فاضل معايا 1/2 كوباية خل، هستنى اول ما يخرج الفلفل من على النار وابتدي اضيفها له. تمام، لما الميه غليت مع البهارات والثوم حطيت الفلفل اللي انا مقطعاه 2 سنتي او 3 سنتي، هيغلي بالظبط 3 دقايق وهشيله من على النار على طول، ونشوف بقى هنعمل فيه ايه تاني. بس احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع لكم ونكمل الفلفل، بس قبل ما نطلع هنوطي على الرز. شايفين قد ايه الرز اتشرب في ثواني اهو وبقى زي الفل. هنقلب تقليبة ونهدي النار ونسيبه يستوي على نار هادية، ونطلع على طول فاصل ونرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم.
ورجعنا لكم تاني وعملنا مع بعض الخضار المشوي وفي الفرن اهو من وقت للتاني حاولي تقلبيه. عملنا كمان رز الحبه وحبه، وتعالوا نبص كده شكله اخباره ايه. بسم الله زي الفل، بصوا مفلفل ولونه حلو قوي، وخلاص فاضل له دقيقتين بالظبط وهطفي عليه. قلنا كل حاجه عشان يطلع معاكي حلو قوي مفلفل، ما ياخدش منك وقت في التسويه، وبجد ريحته تحفه. عملنا كمان مع بعض الفلفل المخلل على السريع، وقبل الفاصل قلنا ايه؟ قلنا اول ما الميه تغلي 3 دقايق بالظبط وهنشيله من على النار، فانا فعلا شلته من على النار اهو بالشكل ده. بص شكله عامل ازاي في منتهى الجمال. كان فاضل معايا نص كوبايه من الخل ما ضفتهاش، هضيفها دلوقتي بعد ما بينزل من على النار. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبه يبرد واحطه في علبه واحطه في التلاجه وابدا اخد منه لما احتاج. هيقعد معاكي في التلاجه اسبوع اتنين بس مش اكتر من كده، تمام؟ يلا بينا بقى علشان نشوف الوصفه اللي معانا هتكون ايه. هتكون قرص الافران، دي قرص الافران مش القرص الفلاحي. احنا عملنا مع بعض قبل كده القرص الفلاحي الحمد لله، ولقيت نجاح كبير جدا وكله نفذها، والحمد لله الحمد لله مقاديري بقت معتمده مع ناس كتيره جدا الحمد لله. ومش مقاديري بصراحه، دي مقادير مامتي يعني، تخصص بقى القرص الفلاحي. النهارده بقى هنعمل قرص الافران بالزيت. القرص اللي بنشتريها من الفرن هنعملها مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه، هتكون محشيه سكر هتعجبكم جدا جدا. يلا نقول مقاديرها بقى ونشوف هنعملها ازاي. مقاديرنا هتكون كيلو دقيق، دقيق متعدد الاستخدام هننخله كويس جدا. عندي 3 ارباع كوبايه زيت، يعني حوالي 200 جرام من الزيت، 3 ارباع كوبايه سكر ناعم، تمام؟ برضه هتبقى في حدود 200 جرام، معلقتين كبار من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح، 3 كوبايات ميه دافيه هنعجن بيها. الحشوه بتاعتنا هتبقى عباره عن سكر خشن اللي هو السكر العادي بتاعنا، تمام؟ بس تكون حبيباته خشنه شويه. وهنحتاج سمسم ابيض للوش. وتعالوا بينا يلا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. مقاديرنا سهله بسيطه، والمكونات كلها هتتحط في العجان مع بعض علشان نعجنها. بداية ادي الدقيق، بسم الله. فاضل حبة، احط عليه السكر هحط كمان الخميرة، هقلبهم واحط لهم بعد كده الزيت. ما ننساش ذرة الملح، معجناتنا دايما لازم نحط لها شوية ملح، والملح هنا هو اللي بيديني الطعم او بيظهر لي طعم الحاجة اللي انا عاملاها، من غيره الحاجة ملهاش طعم خالص، تمام؟ فهحط كده حوالي نص معلقة صغيرة من الملح. وما تنسوش بقى تكلمونا على 1710 وعلى الارضي 0900-917، ونخلط مكوناتنا مع بعض. زي ما قلنا معانا 200 جرام من الزيت وكوبايتين 3 كوبايات من المية، هحضرهم معايا. والمية تكون دافية. خلطت كده المكونات الجافة مع بعض، وتعالوا ننزل الزيت. وادي الدقيق، الدقيق الميه الدافيه هننزلها على الدقيق. يلا بينا. سهل تعجنيها بايدك بالعجان زي ما تحبي او زي ما متوفر عندك، مش لازم يعني يكون عندنا عجان خالص. شايفين انا نازله بالميه سرسوب رفيع، وعيني على العجينه اشوفها اخبارها ايه، لمت ولا لسه. تمام كده، خدنا في حدود كوبايتين ونص. هسيب العجينه بتاعتي تتجمع مع بعض وتتعجن كويس على بال ما اشيل ونروق الدنيا.
فين حاجتنا؟ ودي صاج قرص لسه طالع سخن من الفرن. التسويه على بال ما نعجن دي، نقول التسويه وندخل صاج تاني من القرص علشان يستوي. التسويه زي ما اتعودنا، انا عايزه القرص بتاعتي تكون قرص طريه، فبالتالي ان انا هحمي الفرن جامد او هسخنه كويس قوي على اعلى درجه علشان لما ادخل القرص ما تقعدش كتير في الفرن، فالرطوبه اللي فيها والليونه اللي فيها تنشف، وبالتالي هتطلع معايا قرص ناشفه مش قرص طريه. يبقى الفرن سخن جدا على اعلى درجه اللي هي 220، لو عندك اعلى مفيش مشكله. هنحط في الرف الاقرب للارضيه، ولو عندي الشوايه بتشتغل في نفس الوقت هنشغل الاثنين ونشغل المروحه، مش هياخد معانا يعني 7-8 دقايق وهتطلع القرص زي الفل. اما لو فوق ما بيشتغلش فهنشغل تحت، ولما يبتدي القرص تاخد لون ذهبي من تحت هنطفي تحت ونشغل الشوايه. يلا بينا. وتعالوا نشوف عجينتنا اخبارها ايه. ومعانا ام عمر. الو، بصوا العجينه زي الفل تمام، محتاجه ان هي تتعجن مع بعض شويه كمان، هنزلها. وهنشغل وهبدا اشكل. طبعا بعد ما العجينه تتعجن، طالما حاطين فيها خميره، العجينه دي هخرجها من العجان، احطها في بوله اغطيها ببلاستيك وبفوطه نظيفه، احطها في مكان دافي علشان تخمر. بعد ما تخمر هقطعها كور متساويه على حسب بقى انت عايزه قرص صغيره قرص كبيره زي ما تحبي تمام. واكيد اكيد لازم تكون متغطيه. بعد ما نكورها ونغطيها وترتاح عشان اقدر ان انا اشكلها بقى براحتي، هبدا ان انا اشكلها. وهجيب معلقه صغيره، عايزين معلقه صغيره، نهطفي على الرز بقى يا جماعه، الرز استوى خلاص. وكده العجينه بتاعتنا كمان خلاص. نشوف تاني القوام بتاعها، اهي بقت تحفه طريه. كل ما العجينه كانت معاكي طريه كل ما هتديكي ناتج طري كمان تمام. كده جاهزه معانا ان احنا نسيبها نغطيها ونسيبها نحطها في مكان دافي علشان تخمر. وتعالوا بينا نشكل. ومعانا ام فريد. الو. لا حاضر يا سيد، لا حاضر. الو. لا حاضر يا ام فريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ازيك يا ابله فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ انا كان نفسي اشوفك من زمان، اسمع صوتك من زمان والله. يا حبيبه قلبي انت تنوريني في اي وقت. اتفضلي يا قلبي. قولي ايه؟ قولي. انا عايزه اقول الطريقه انت عملتها دلوقتي عشان لسه في التلفزيون. اقول ايه تاني معلش؟ عينيا الاثنين نقولها تاني دلوقتي. يا بس كده، ده انا عينيا ليكي حالا هقولها لك. في اي سؤال تاني؟ ميرسي يا ام فريد، والله نورتيني واسعدتيني بكلامك الحلو ده. قلنا الحشوه بتاعتنا عباره عن سكر، هاخد منه كميه صغيره واقفل العجينه بتاعتي تمام بالشكل ده، نقفلها كويس. واخد القرصه زي ما هي كده، معلش الجلافز بيلزق، وعلى السمسم على طول، وابتدي ابططها عليه. هنا بقى في حاجه مهمه كمان نخلي بالنا منها، ما تفرديش القرصه قوي بقى، سيبيها كده محمله شويه علشان تبقى هشه كده وفيها نقول ايه، فيها سمك كده يخليها طريه. كل ما هترققيها اكتر كل ما هتبقى ناشفه اكتر وتطلع معاكي في الفرن محجره تمام. فخليها الى حد ما كده يعني محمله شويه. وهجيب صاج للخبز، والصاج ده هدهنه زيت. وعناية طبعا على كل حاجة نحطها في الفرن، تنسوش ان احنا معانا خضار بيتشوي وعندنا كمان قرص بتستوي. معلقة صغيرة من الزيت نوزعها، كده تمام.
وبعد كده على طول على طول هنشكل ونحط في السمسم، والسمسم زي ما انتم شايفين سمسم ابيض، وهاخد وهرص. نعمل كمان، نقول بقى المقادير تاني عشان ام فريد. بصي يا ستي المقادير كمان هتنزل على الشاشه، يلا صوريها. ده عندنا قد ايه؟ نقول المقادير كمان واحنا شغالين. مقاديرنا عباره عن كيلو دقيق، 200 جرام سكر، و200 جرام من الزيت، عندنا معلقه كبيره، معلقتين كبار خميره، وعندنا ايه تاني؟ ونص معلقه صغيره من الملح، وثلاث كوبايات ميه دافيين. ممكن ناخدهم كلهم، ممكن ناخد كوبايتين ونص بس على حسب نوع الدقيق بس كده. وكله كله كله في العجان او بايدينا، وهنعجنه ونسيبه يخمر. وبعد كده هنشكل كور على قد الحجم اللي انت عايزاه. بعد كده هنفرد زي ما انتم شايفين بقى انا شغاله اهو، هنفرد. ومعانا الحشوه هتبقى سكر خشن، هنحط في النص كده شويه حوالي معلقه صغيره، واقفل العجينه بتاعتي على السكر كويس قوي. تمام، رجعت كورتها تاني بالشكل ده اهو، لما اتقفلت اتكورت تاني. هاخدها كده وفي السمسم الابيض، وهبدا ابططها شويه. وزي ما قلنا مش عايزين نبططها قوي، مش عايزين القرصه تبقى رقيقه عشان ما تنشفش. تمام كده، تمام. نعمل كمان ولا اسهل من كده. ومعانا عمرو. الو يا عمرو. الو الو، ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس يا رب دايما الحمد لله. بس كان عايز اعرف طريقه المكرونه. مكرونه ايه بقى؟ انهي نوع مكرونه؟ صلصه البشاميل. هقولها لك. حاضر يا عمرو، نورتني يا عمرو. يلا بينا. بص بس بصه، لسه القرص شغاله، ودي بالشكل ده لغايه ما اخلص كل المقدار بكل سهوله وبكل بساطه، وهتطلع معاكي قرص في منتهى الجمال. فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وزي ما سبتوني كده شغاله في القرص عماله اعملها، ما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود، وبتطلع هايله. وبنرص الصاج يكون مدهون زيت، فاضل معايا اتنين هكملهم بقى علشان اسيب الصاج بتاعي لازم يخمر مره تانيه، مش هينفع اخده كده على طول واروح احطه في الفرن، لا لازم يخمر مره كمان عشان القرص تبقى هشه كده وجميله جدا. تمام، يبقى ادي التشكيل عشان لو محدش شافنا يعرف احنا شكلنا ازاي. وبناخد نحط على طول في السمسم الابيض، وبططها شويه مش كتير، عايزاها تبقى متختخه شويه بالشكل ده. وادي اخر واحده، هنفردها بسيط ونحط شويه سكر مقدار كده، معلقه صغيره، ونقفل. وزي ما قلنا بعد ما نخلص لازم لازم نخمر القرص مره كمان. اتاكدي انك انت قفلتي القرصه من تحت كويس عشان السكر ما يسيلش منك. تمام اهو بالشكل ده خلصنا، هنسيبه يخمر نص ساعه بس وهيكون جاهز معانا. هركنه على جنب واشيل بقى الحاجات بتاعتي دي عشان نشوف هنعمل ايه تاني. ومعانا ام اسلام، وتعالوا نبص على اللي في الفرن اخباره ايه، يا دوبك يطلع. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي يا غالية؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. تسلمي. تسلمي والله النعمه، والله ربنا يبارك لك، تسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي وتعيشي يا رب. والله تسلم ايديكي بجد، مش قادره اقول لك قد ايه انت فعلا ونعم، والله بجد انت مكسب لينا قبل ما تكوني مكسب للقناه. ربنا يعزك يا حبيبه قلبي. والله انا كان نفسي اشوفك، انا جيت القناه الجميله
يوم الاثنين اللي فات، بس طبعا انت كنت اجازه، كان نفسي اشوفك حبيبتي. حبيبتي بس انا سعيده متعوضه يا قلبي ان شاء الله. كل الاحتفالات ربنا يبارك لكم كلكم حبيبتي، ربنا يعزك يا روح قلبي، ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك حبيبتي. امين يا رب، واياك يا روح قلبي والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي، وكل كرات برنامج كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وسعيده يا رب حبيبتي، على ذوقها واخلاقها، ربنا يبارك لكم كلكم حبيبتي. ربنا يعزك يا روح قلبي، ما نتحرمش منك ابدا ولا من كلامك الحلو ده. نورتينا، شايفين القرص طالعه جميله ازاي وسخنه بقى، مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه قد ايه. تقدري انك انت تزودي في الحشوه معلقه من القرفه لو حابه طعمها، برده هتديكي طعم وريحه هايلين جدا. تمام، احنا معانا وقت قد ايه عشان ابقى عارفه؟ بس عايزين هنغرف بس. ربنا يعزك يا مصطفى، والله مخرجنا مصطفى الجمل ربنا يكرمك يا رب. زي الفل، ايه رايكم بقى؟ الدنيا تمام وكله تمام كده؟ عايزين نفتح واحده ونشوف شكلها ايه من جوه. بس هشيل بقى الحاجات دي. ده بقى جزء من السكر عادي جدا. تعالوا نفتح واحده كده ونشوف شكلها ايه. شايفين من تحت لونها عامل ازاي ومن فوق؟ واو. نفتح بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، شايفين؟ وادي السكر جوه، تحفه وهشه وطريه وزي الفل. يلا بقى، عايزه بقى تطبيقات وتجربوا كده وتقولوا لي الدنيا شكلها ايه. تمام، نظف الدنيا عشان نغرف باقي اطباقنا. عينيا، نجيب بس حاجة ننزل فيها. هايل جدا كده، ظبطنا الدنيا. وتعالوا نبص على الخضار بتاعنا، الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الروايح تحفة بجد، والشكل كمان مبهج ومبهر. بصوا معايا كده، تحفة. هخليها آخر حاجة أطلعها. تعالوا نغرف الرز الأول وبعدين نطلع الخضار بتاعنا، بجد من الحاجات اللطيفة جدا. وكمان معانا الفلفل نغرفه. بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفلفل، المية بتاعته طبعا مش هنرميها، هي المية دي اللي هنحفظه فيها، هي اللي فيها الطعم والبهارات والثوم والخل وكل حاجة. يبرد بقى كده، نغطيه ونحطه في التلاجة ونطلع منه بقى وقت ما احنا عايزين. زي ما قلنا هيقعد معايا اسبوع اتنين هيبقى زي الفل، اهم حاجة في التلاجة. نقدر كمان ان احنا نحط له شوية زيت كده على الوش، وحط له دلوقتي بعد ما عبيه في العلب. تمام، التانية بقى. كنا عملنا قبل كده مع بعض الخيار المخلل السريع، النهاردة عملنا الفلفل. ساعات كده بنبقى فعلا محتاجين حاجة كده جنب الأكل، بنبقى محتاجين حاجة تتعمل بسرعة، فبنحاول نعمل كل حاجة، السريع والبطيء، اللي بيستوي في يوم واللي بيستوي في شهر، نعمل كل حاجة وإن شاء الله تعجبكم. قصدت إن أنا أحط فلفل أحمر مع الأخضر علشان الألوان تبقى شكلها حلو. بصوا الثوم بقى، على فكرة دي دقة ينفع استخدمها كمان مع توضيب الفول، هتبقى حلوة قوي قوي. تخيلين بقى، ومشطشطة شوية وجميلة جدا، فالمية دي كنز يعني، ما ترموهاش خالص. يلا كفاية كده، هاخد بقى الزيت واحط كده معلقتين زيت فوق كل علبة. بسم الله، هايل. يلا طلعهم لقدام، وده الغطا بتاع دي وده الغطا بتاع دي، يبقى جاهز. هنضف بس حواليه.
تمام. عندي بقى رز، احنا طافيين عليه من بدري زي ما قلنا، مش هيقعد على النار 10 دقايق وهتلاقيه استوى بقى في منتهى الجمال. بسم الله، خدي احسن. بصوا مفلفل ازاي، رزايه برزايتها، اللمعه بتاعته وريحته في منتهى الجمال. يبقى النهارده كانت حلقه كده اقتصاديه 100%، نباتيه 100%، صيامي 100%. شويه الرز بقى اللي بيبقوا موجودين في ارضيه الحله دول بقى بيبقوا حكايه، دول بقى للناس العزاز. تمام. وايه دي كده الرز خلاص هايل. احط ايه بقى؟ عندنا ورد الطماطم كده هايله، نحطها بس ده كده تمام جدا. ودي المفرش بتاعنا كده، فاضل معانا طبق واحد اللي هنقدمه كمان وهو الخضار المشوي، وهنشوف دلوقتي شكله ايه. ممكن نحرك دول كده. هما الاتنين اشتركوا في مفرش واحد. وايه دي الرز، خليه كده. وهجيب طبق نغرف فيه الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا مش معايا غير جلافز واحد. بسم الله. بصوا بقى شكل الخضار عامل ازاي. طبعا هو كان محتاج يقعد كمان ربع ساعة في الفرن علشان اخد اللون اللي انا عايزاه. تمام، بس هو استوى وبقى جميل جدا. يلا بينا. بسم الله، تحفة جدا. ولا ريحته بقى مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه، والقيمة الغذائية اللي فيه حاجة كده في منتهى الجمال. خفيفة كمان على المعدة، كمية الخضار وتنوعها تدي طبعا فيتامينات كتير. على فكره والصوص اللي نازل منه ده اوعي ترميه، حطيه في صوصيره كده وحطيه رشيه فوق الخضار هيديله لمعه. انا بصراحه من المنظر جعت. طبعا كل حاجه استوت، انا كنت عايزه بس لون بسيط، بس هي كل حاجه استوت. واو بجد، ملاحظين كده حتى وانا بغرف البطاطس خلاص خدت السوا بتاعها كامل، ودي اكتر حاجة بتغيب في الخضار اللي معانا. يبقى بالتالي كل الخضار استوى 100%. هنكفي على كده. تمام، سريعا سريعا. بسم الله. عندنا بقى، فاكرين بقيه البقدونس اللي احنا قلنا هنحط شويه في الخضار وهنسيب شويه كده نزين بيهم؟ بس كده هايل جدا. في مفارش تانيه. ايه رايكم في اطباقنا النهارده؟ يعني اطباق سهله جدا بسيطه، بس في الاخر نتيجه بجد في منتهى الجمال. يعني سفرتنا النهاردة كانت اقتصادية 100%. يا رب تكون عجبتكم. حتى القرص عملناها النهاردة بالزيت، بسيطة وسهلة.
كمية ما شاء الله كبيرة جدا من كيلو الدقيق. هنحفظها ازاي؟ هنحطها في اكياس في الفريزر، عشان طبعا الكمية دي مش هينفع تتاكل مرة واحدة. هنحطها في اكياس في الفريزر ونطلع على قد ما احنا عايزين ونخليهم في الكيس. هتلاقيها لما قعدت في الجو الطبيعي فكت كده والدنيا تمام. لو عندك ميكرويف سخنيها، لو عندك فرن حطيها شوية. لو مفيش ده ولا ده ولا ده ولقيت القرص معاكي فرولت منك او بقت بايته كده ومش حلوه ومش طريه، على بخار ميه وهتسخنيها تطلع زي الفل. يا رب تكون الوصفات النهارده نالت اعجابكم، ويا رب دايما اكون عند حسن الظن. ميرسي ليكم كتير على كلامكم الحلو اللي بيسعدني، يا رب دايما دايما تكونوا معايا، ويا رب دايما اكون عند حسن الظن. هستنى التعليقات والتطبيقات اللي بتسعدني على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بحاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه بحاتي بالعربي وبالانجليزي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.